بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ مع بعض الإنجيل بتاع النهاردة من معلمنا لوقا الإصحاح الأول. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. وحدث لما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم آباءنا إبراهيم وذريته إلى الأبد. وأقامت مريم عندها نحو 3 أشهر وعادت إلى بيتها، والمجد لله دائما أبديا أمين. لقاء الست العذراء مع أليصابات من أجمل المواقف اللي الإنسان ممكن يشوفها في حياته. لما يكون في 2 متكبرين بيتقابلوا مع بعض، من أول دقايق يقفلوا مع بعض، من أول دقايق تبص لهم بصوا لبعض كده بشكل مش كويس وكلموا بعض بشكل مش كويس والأمور ما مشيتش. لكن لما يكون في 2 متضعين بيتقابلوا مع بعض بنشوف المنظر الجميل ده. إنسان لما بيكون إنسان متضع بيتملي نعمة، ولما يتملي نعمة تلاقيه دايما فرحان وبيفرح كل اللي حواليه، في حين عكس كده الإنسان المتكبر تلاقيه فاضي من النعمة، ناشف خالص. ست العذراء اللي خدت نعمة وتكريم من الملاك غبريال وتشريف ما فيش بعده تشريف، إن هي تبقى والدة الإله المتجسد، مولود منها قدوس ويدعى ابن الله. أول ما تبتدي تفكر جت سيرة أليصابات في وسط كلام الملاك، تروح تدور على أليصابات. هو ده الإنسان المتضع، مش بيفكر في نفسه ومش محور حوالين نفسه كده. أول ما عرف إن في حد محتاج مساعدة جري على أليصابات. طب أنت كان في خطتك يا ستي عذراء إنك تزوري حد؟ أنت عايشة في الناصرة في الجليل، زي ما احنا عارفين منطقة إسرائيل فيها تجمعين كبار لليهود، تجمع في الشمال اللي هو منطقة الجليل، وتجمع في الجنوب اللي هو منطقة اليهودية، وهي عايشة طول وقتها في الجليل في مدينة الناصرة. إيه اللي وديها الجنوب دي؟ 80 ميل، 80 ميل مفيش هايويز ولا في عربيات ولا في مواصلات، والسكك كلها جبال وسهول وجبال وسهول وسكك، مش مريحة. 80 ميل، وكمان ما كانوش يعني ياخدوها كده بشكل مستقيم، لأن في الوسط أنا قلت لكم في تجمعين في الجليل واليهودية، بينهم في السامرة، ومنطقة السامرة دي كانت منطقة ما بيحبوش يعدوا فيها، يعني السكة طبعا تبقى أقرب لو مشيوها بشكل كده خط مستقيم، لكن ما كانوش يحبوا يعدوا فيها لأن هما ما هماش على وفاق مع السامريين. السامريين دول جنس مخلط، يعني شوية يهودي على أشوري على كلداني، ملخبط كده في بعض وعقيدتهم ملخبطة. فكانوا يروحوا ناحية الشرق يعدوا نهر الأردن ويمشوا بحذا نهر الأردن،
في لحد الجنوب، وبعد كده هيبتدوا يدخلوا منطقة اليهودية، عدوا نهر الأردن تاني ويخشوا اليهودية. فمشوار يعني. طب انت في خطتك حاجة زي كده؟ لا، هي مش في خطتها حاجة، هي سمعت بس من الملاك بيقول لها هوذا اليصابات نسيبتك حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. الله، الملاك بس بيأكد لها أنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فسمعت اليصابات كده بالمناسبة يعني، فقالت حامل وفي الشهر السادس، ست كبيرة يمكن أكبر من والدتها، فقالت أروح أساعدها، أروح أخدمها. راحت جري. طب أنت الفرحة اللي أنت خدتيها والنعمة والبشارة المفروض تبقي يعني مشغولة فيها. قالت لا لا لا، ده ربنا اللي بيدي، أنا ولا حاجة. الإنسان المتضع دايما حاسس نفسه ولا حاجة، وكل نعمة هو فيها هي من ربنا، ويفكر نفسه بكده كل يوم، كل نعمة هو فيها النهاردة دي من ربنا، دي مش منه، دي من ربنا، وكل نجاح ربنا بيدهوله هو صاحب الفضل فيه، وكل بركة ونعمة بيلاقيها في عينين الناس دي عطية من الله مش من الإنسان. ويقعد يفكر نفسه باستمرار كده، وتلاقيه بينسى نفسه ويفكر في الآخرين. رايحة تخدم اليصابات، حاجة عجيبة جدا، رايحة تخدم اليصابات. شوفوا الموقف بقى، اليصابات الست الكبيرة دي كمان علشان شخصية متضعة جدا، يقول كده الإنجيل اتملت من الروح القدس، والروح القدس ما يملاش غير المتواضعين. الروح القدس ما يملاش غير المتواضعين. أنا هقعد النهاردة أتكلم كتير قوي عن موضوع الاتضاع ده، لأنه هو السر في عظمة القديسة العذراء مريم والقديسة اليصابات. هو ده السر. اتملت من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومبارك هو ثمرة بطنك. المفروض اليصابات واحدة ست كبيرة وتعبانة في الشهر السادس من الحمل، اللي يمكن حملوا في سن بعد سن 35، يعرفوا قيمة الكلام ده يعني وخاصة إذا كان أول حمل. صعب صعب يعني، بيتهيالهم إن خلاص مش هيكملوا، من يعني الجسم طبعا بيعبي مية زيادة وبيتعب يعني صعب. دي ست عاقر وعجوزة خالص، الحملة بالنسبة لها يعني حاجة صعبة خالص. ما فكرتش في نفسها، ما فكرتش، قالت أيوة كويس إنك أنت جيتي، ده أنا تعبانة، والتعب حل عليها بقى. لا لا لا، مفيش الكلام ده. بتفكر أول ما شافت العذراء اتملت من الروح القدس، وبدأت تتكلم عن العذراء، ما تتكلمش عن نفسها، تتكلم عن العذراء، وتمجد فيها وتمجد في المسيح ابنها اللي عمره ما يزيدش عن يومين ثلاثة. يعني عمر المسيح في بطن العذراء وقتها مسافة السكة، يعني السفر ده ياخد له ثلاثة أيام مثلا، يومين ثلاثة بالكثير. فتمجد في المسيح وفرحانة وفرحانة. الشخص المتواضع يفرح لأن ربنا بيفرحه، دايما فرحان، دايما شاكر، دايما يمجد ربنا. في حين الشخص المتكبر مهما كان عنده تلاقيه متذمر، مهما كان عنده تلاقيه مش مبسوط وباصص للي عند غيره، وشمعنا انا ما يكونش ليا كده. دي بتمجد العذراء، العذراء جايه تخدمها وهي بتمجد العذراء. مش بقول لكم لقاء جميل؟ غير لما يكون زي ما بقول لكم اتنين متكبرين كده، تلاقيهم وقفوا لبعض كده، ما فيش تفاهم خالص، كل واحد بيدور على نفسه، كل واحد باصص على نفسه، كل واحد حاطط نفسه فوق. السيد المسيح علمنا ان احنا نكون متواضعين، وقال لنا اوعوا تتشبهوا بالنماذج اللي انتوا شايفينها على الفريسيين اللي بيصلوا في زوايا الشوارع لكي ينظرهم الناس، ويضربوا بالبوق قبل ما يحطوا الصدقة علشان خاطر الناس تشوفهم، ويحبوا التحيات في الأسواق والناس تقول لهم سيدي سيدي. اوعوا تكونوا كده. ادخل مخدعك واغلق بابك
ادي وانت شمالك ما تعرفش اللي بتحطه يمينك، وصوم محدش حاسس بيك، وعيش مع ربنا في الخفاء، ولما تدعى لعرس او لمتكأ او لوليمة خد المكان الاخير، خد المكان الاخير. فيجي صاحب المتكأ ويرفعك ويقول لك لا تعال، اللي مقعدك مش مكانك هناك، تعال تقدم، ما تاخدش المكان الاول. المكان الاول ده يجي يمكن يكون في حد اكرم منك دعي وتبقى محرج بقى، محرج خالص انك انت سيبوك المكان ده. دايما المتضع اختياراته كده، اختياراته في الاخر. معلمنا بولس الرسول يقول آية بسيطة كده بس عميقة في رومية 12، يقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. دايما المتكبر عايز الكرامة كلها تجيله، عايز الأضواء كلها تنصب عليه، في حين المتواضع متداري متداري. العذراء عملت عندها ايه؟ قعدت تخدمها. اول ما ولدت العذراء اختفت، اول ما الاضواء بدات تحوط البيت بتاع زكريا واليصابات، زي ما احنا عارفين طبعا هم كانوا ساكنين في حته جنب اورشليم، غرب اورشليم كده بحوالي 7 كيلو، يمكن 6 7 كيلو كده، اسمها عين كارم. ومازال هناك المكان بتاع لقاء العذراء واليصابات كنيسه اسمها كنيسه الزياره، المكان فيه كنيستين وكم دير. طبعا هي دلوقتي جوه دوله اسرائيل. والست العذراء علشان تروح هناك كده والمشوار الكبير ده، ده واحده مش اول ما الاضواء كده جت بعد ما يوحنا اتولد والناس اتلمت واتجمعت، العذراء اختفت، قعدت عندها 3 اشهر ثم عادت الى بيتها. طب ما تخليكي شويه، طب ما تقولي لهم حكايتك. ساعات ناس تكون بتحضر اكليل وتلاقي مثلا بعض السيدات او البنات بيحاولوا يجذبوا الاضواء اكتر من العروسه، لان يعني فرصه. وفي حين ناس تانية تبقى مدارية بتتعب علشان خاطر المجد كله يجي لصاحب العرس ده. اتضاع بقى، هو ده الاتضاع. اتضاع ان انا اشتغل من behind the scene، من وراء الكواليس كده في هدوء، اخدم مش مهم الاضواء تيجي علي. دي الست العذراء. طيب النوعية دي اللي بتنكر ذاتها دي، النوعية دي ربنا يمجدها بقى، يخلي السماء والأرض تشهد لها، يخلي السماء والأرض تشهد لها. بيحكى عن بطرك من بطركة الكنيسة، من أعظم بطركة الكنيسة، يمكن ناس كثيرة ما تعرفوش، رقم 87، كان اسمه البابا متاؤس الأول. بابا متاؤس ده كان شخص مليان نعمة، مليان نعمة، وكان من النوع اللي يهرب من الكرامة، لدرجة هو كانت رهبا في دير المحرق ورسموه كاهن غصب عنه، قالوا له لازم تبقى كاهن وتخدم وتاخد اعترافات أو حاجة زي كده. وبعدين بدأ، عشان ربنا بدأ يعني يعمل على إيده معجزات، خاف من المجد الباطل وهرب، هرب وراح دير الأنبا أنطونيوس. طبعا مش زي دلوقتي، يعني الدنيا مفتحة على بعضها والناس عارفة بعضها، وقتها ما كانش يعرف حد يعني عنه حاجة، كان ده الكلام ده في القرن الـ14. فراح كراهب غلبان كده وما قال لهمش ان هو كاهن، ما قال لهمش، وراح قال لهم يعني اعيش في وسطكم واساعدكم واخدم اعمل اي حاجة. قبلوا اعاش في وسطهم، وفي يوم من الايام وهو بيصلي القداس، كان بيصلي كده شماس، طلعت شاف الرهبان اللي موجودين في القداس، شافوا ايد فيها ماسكه شوريا بتبخر له، فاستغربوا جدا، مسكوه قالوا له انت اكيد كاهن،
بعد ما اتكشف هرب برضو، راح خدم شوية في أورشليم وبعد كده رجع، وربنا اختاره بعد كده يبقى بطرك للكنيسة وعمل على أديه عجائب. رجل عظيم جدا جدا البابا متأوس الأول ده. لما الإنسان يهرب من الكرامة، الكرامة تيجي وراه. ده كلمة ماري إسحاق المشهورة، من عدا وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب منها بمعرفة جرت وراءه وأرشدت الناس إليه. من عدا وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب منها بمعرفة جرت وراءه وأرشدت الناس إليه. هم القديسين كده كانوا يخبوا نفسهم، يوم ربنا يكشفهم ويمجدهم. حاجة عجيبة جدا، الست العذراء رايحة تخدم أليصابات، رايحة خدامة، راحت أليصابات ربنا كشف لها واتملت من الروح القدس، وبدأ يوحنا يرتقط بابتهاج كده يتحرك. الآباء بيقولوا ده بيسجد للمسيح. طبعا انتوا عارفين يعني بيبقى الجنين في الرحم كده بيبقى فيه زي كيس فيه سائل مائي كده، فالجنين في البداية يعني قبل الشهر التاسع بشوية، الشهر التاسع بيبقى تقريبا ملى المكان بالكامل فحركته بتبقى محدودة، لكن قبل كده تلاقيه بيتحرك بيلعب جوه المية دي، بيبقى حجمه صغير، فالأم تحس بيه يعني، تحس بيه هو بيخبط كده. فهو بدأ يتحرك جوه بطنها، ايه ده، اتملى من الروح القدس كمان. وتحققت كلمة رئيس الملائكة جبرائيل لما قال لزكريا، قال له يمتلئ من الروح القدس من بطن أمه. وبدأت تماجد في العذراء تقول لها مباركة أنت في النساء ومبارك هو ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ مستكترة على نفسها، ده المتضعين كده. اللي مش متضع تلاقيه يقول لك ما مش عاطيني حقي، مش مقدرني، شوف أنا عملت معهم إيه وتعبت معهم كتير، ودول ناس ما بتقدرش، بس أنا عملت إيه في الكنيسة وبرضو ما مش عاطيني حقي، مش عاطيني مكانتي، فلان ده أنا تعبت معاه وعملت له وخدمته مش عاطيني حقي خالص، الناس دول في الشغل ده ما بيقدروش. في حين الإنسان المتضع تلاقيه حاسس دايما بعدم الاستحقاق، حاسس دايما بعدم الاستحقاق، من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ يا ستي ده أنت يعني في عمر جدتها، وأنت إنسانة برة، وأنت زوجة كاهن، وأنت ليك كرامة ومجد كبير في البلد، ودي حتة بنت صغيرة. لا، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ أم ربي هي لحقت، ده الجنين في بطنها ما كملش كم ساعة. الجنين ده هو الله المتجسد، عشان كده زي ما كنا بنقول في الاجتماع يوم الجمعة إن التجسد بدأ من البشارة، مش بدأ من الميلاد، لا بدأ من البشارة. فمن أين لهذا أن تأتي أم ربي إليه؟ شايفة نفسها غير مستحقة، في حين إحنا نمجدها وشايفينها مستحقة. هم المتضعين كده دايما شايفين نفسهم غير مستحقين، لكن الناس كلها تبقى حاسة إن هم ناس قديسين وناس عظماء جدا، وهم كل ما ربنا يديهم يزدادوا اتضاع. كنت بحكي أنا من فترة بسيطة عن قائد المئة اللي في لوقا 7 اللي كان حاسس ان هو غير مستحق. يا عم ده انت راجل مركز عالي جدا وصاحب سلطان، بتقول لواحد يروح يروح، تعالى تعالى اعمل ده يعمل، لا حاسس ان هو غير مستحق. ولما حب يطلب السيد المسيح يجي يشفي الخدام بتاعه، قال انا اروح، انا اطلع ايه عشان اكلم المعلم العظيم؟ فراح وسط شيوخ اليهود وقال لهم معلش روحوا تكلموا، انتوا ناس كبار، لكن انا ما استاهلش اروح له. ولما المسيح قال حاضر وجاي، وقبل ما يوصل البيت بعت له ناس قال له ما تتعبش نفسك، قول كلمه بس، انا عارف انك معاك سلطان، وانا عارف يعني ايه سلطان، لان انا بدي اوامر برضه. طب انت بتدي اوامر وحاسس انك انت غير مستحق؟ قال انا غير مستحق انك انت تدخل تحت سقفي، قل كلمة بس فيبرأ غلامي.
ياه، شوف الاتضاع، عجيب قوي. هو بيقول انا غير مستحق ولست اهلا، يقول انا لذلك لم احسب نفسي اهلا ان اتي اليك. وفي حين في نفس الوقت الناس بتقول عليه ايه؟ بتقول هو مستحق، يا ريت تيجي تجيله يا ايها المعلم يسوع، يا ريت تجيله، لان ده راجل حلو، راجل عظيم، راجل يستحق كل خير. هو مستحق، هو يحب امتنا وهو بنى لنا المجمع. المتواضعين دايما شايفين نفسهم غير مستحقين، يجوا الكنيسه حاسين بالشعور ده زي العشار كده، حاسس ان هو غير مستحق. فاكرين المثل بتاع الفريسي والعشار؟ سيد المسيح قال على العشار ايه؟ قال ان هو وقف من بعيد في الاخر كده، وما بقاش قادر يرفع عينه للسماء، شايف نفسه غير مستحق، شايف نفسه خاطي، مجرد قرع صدره وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي. هو ده اللي خرج مبررا دون ذاك، دون الفريسي اللي شايف نفسه مستحق وواقف قدام وعمال يفتخر في كلامه. الصلاة كلها افتخار. تفتخر بيه؟ اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس. هو في مستوى وباقي الناس دول في مستوى. اللهم اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناه. عمال يدين ويصنف، عمال يصنف في الناس ويدين، دول خاطفين ودول ظالمين ودول زناه. بعدين بص حواليه يمين وشمال، لقى العشار واقف ورا، قال ولا مثل هذا العشار. يا عم انت بتصلي قدام ربنا ازاي يعني؟ القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. وانت عشان ربنا عطيك نعمة بتفتخر على غيرك؟ شوفوا اليصابات اللي خدت نعمة، ده الموجود في بطنها ده نبي عظيم، مفيش حد في مواليد النساء نبي أعظم منه، وجاي ببشارة ملاك وبوعد، نقول عليه ابن الموعد، يوحنا ابن الموعد. فانت المفروض برضو تبقي حاسه انك انت يعني في مستوى عالي. لا لا لا، من اين لهذا ان تاتي ام ربي، ام ربي الي؟ لما الانسان يبص للقديسين يحس ان هو ولا حاجه، لكن لما يبص للاشرار يفتكر نفسه كويس. هي ببص للست العذراء بتقول انا ولا حاجه بالنسبة للست العذراء. ما الواحد يجتهد في الخدمة شوية يقول أنا فين من بولس الرسول اللي كان بيجوب البحر والبر وبيحتمل الآلام؟ لما واحد يعني يتعب شوية في الصلاة يقول فين أنا من الآن ببشوي اللي كان بيصلي ويسهر طول الليل ويربط شعره عشان ما ينامش أو يصوم بالأسابيع؟ أنا فين؟ أنا بصوم لحد الساعة 12 الظهر ولا الساعة 1؟ لما الإنسان يبص للناس اللي في قامات روحية عالية يعلى، لما يبص لفوق لربنا وللقديسين يعلى، ولما يبص لتحت للأقل منه يقول أنا أحسن من غيري كتير، الحمد لله أنا باجي الكنيسة، في ناس ما بتجيش خالص، أنا جاي متأخر صحيح لكن أحسن من غيري، ما في ناس نايمة، ودايما شايف نفسه كويس، هيلاقي نفسه بينزل ينزل ينزل. دايما الانسان المتواضع هو انسان حاسس بعدم الاستحقاق، وانه كل اللي في حياته ده نعمه، نعمه من ربنا. من اين لهذا ان تاتي ام ربي الي؟ واحد داخل الكنيسه وشايف نفسه احسن من غيره، واحد تاني داخل الكنيسه وبيقول له يا رب أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس بمخافتك. ده بكثرة رحمتك، ده أنت يا رب فتحت لي بيتك، أشكرك يا رب، أنا ما استاهلش. الجلوس على عتبة بيت الله أفضل من السكنة في مظل الأشرار. ده أشكرك، ده بكثرة رحمتك خلتني أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. إنسان دايما يرافقه هذا الشعور أنه غير مستحق،
وان كل اللي في حياته ده نعمة وفضل من ربنا، نعمة وفضل من ربنا. انا دايما غير مستحق. ست العذراء بقى لما تيجي تتكلم برضو بدأت تمجد ربنا وتعظم ربنا، وبدأت تفتح بقها وتتكلم. هما الاتنين بيتكلموا النهاردة، اليصابات كلامها مشبع كده بالاتضاع، بتمجد الست العذراء وتمجد ربنا، وبتقول دايما أنا غير مستحقة، ومن أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي. والست العذراء تقول تعظم نفسي الرب وتتهلل روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمته. هي دي أهم فضيلة اتحلت بها الست العذراء وأهلتها تكون والدة الإله، تكون السماء الثانية، تكون أرفع من الشاروبيم والسرافيم، تكون مائدة روحية تعطي الحياة لكل من يأكل منها، زي ما بنقول في التسبحة في قول لطيف لأحد الآباء يقول الاتضاع أرض حاملة للفضائل. الاتضاع أرض حاملة للفضائل، يعني زي أرض خصبة كده كل ما نزرع فيها أي بذرة تطلع على طول، بذرة المحبة تطلع، بذرة الإيمان تطلع، بذرة الخدمة تطلع، بذرة الطهارة تطلع وتجيب ثمر. الاتضاع أرض حاملة للفضائل. متكبر زي الأرض الناشفة، مهما تحط فيها كلمة ربنا ما بيجيبش نتيجة، أرض مش كويسة، أرض جافة جدا. شعب إسرائيل ياما ربنا عمل معهم، لكنهم كانوا شعب متكبر وصلب الرقبة، صلب الرقبة. عشان كده ربنا أعطاهم نعم كتير وما جابوش ثمر. أما المتواضعين ربنا يديهم نعمة ويجيبوا ثمر. فنقول عن الست العذراء كده في التسبحة: السلام للمائدة الروحية التي تعطي الحياة لكل من يأكل منها، شجرة حاملة الأثمار زي ما بنقول في مدايح كيهك. صرت يا مريم شجرة حاملة أثمار، وكل الفضائل الحلوة نلاقيها فيها شجرة، علشان أرض متضعة تطلع ثمر كتير وتطلع خير كتير. والست العذراء تلخص لنا الكلام بتاع النهاردة في وسط تسبيحتها وتقول إيه: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. أنزل الأعزاء عن الكراسي، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. ودي تكشف لنا يعني إيه الاتضاع ويعني إيه الكبرياء. كبرياء يعني إنسان بيجيله فكرة منه أو من الشيطان أو من الناس اللي بره بتقول له إنك أنت أحسن من غيرك، وإنك أنت متميز جدا، وإنك أنت سبب نجاح العمل ده، وإنك أنت شخص عظيم وإنجازاتك ما فيش حد زيها، وإنت بتفهم أحسن من غيرك بكتير والباقيين أقل منك، وإنت شخص روحاني، وإنت وإنت وإنت. فكرة زي كده تيجي على طول ولاد ربنا ما بيقبلوهاش، ويقولوا دايما إذا كان فيها حاجة حلوة دي من ربنا، كل النعم الموجودة دي أنا مش بنكرها، لأن ربنا أكيد بيعمل معايا حاجات حلوة طبعا، أكيد بيديني حاجات حلوة، بس هي كلها منه، هو اللي ليه كل المجد، هو اللي ليه كل الشكر، هو اللي ليه كل الفضل. إذا كان نجاح، إذا كانت نعمة، إذا كان عمل كويس، ده كله منه هو. لكن لو أنا خدت الفكرة دي ودخلتها واقتنعت بيها، يبتدي الكبرياء يسكن قلبي بقى، يبتدي الكبرياء يسكن قلبي، وابتدي أفتكر بقى أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، وأنا من غيري ما كانش الموضوع ده اتعمل، ده أنا اللي عملت فلان، ده أنا اللي مربيه، أنا اللي بنيت الحاجة الفلانية دي، أنا. يبتدي بقى فكر الكبرياء يسكن. المستكبرين بفكر قلوبهم يقول عليهم كده شتت المستكبرين، دول نزلهم. كل حاجة تبددت، لأن الإنسان من غير عمل ربنا يبقى إيه؟ يبقى إيه الإنسان من غير عمل ربنا؟ لا شيء، لا شيء. عارفين لما يكون في قدامنا رقم مثلا 100 ولا 1000، هو المهم في الواحد اللي موجود ده، لكن الباقي إيه؟ شوية أصفار. أنا من غير ربنا شوية أصفار، كتروا أو قالوا شوية أصفار.
لكن بربنا بقى ليا قيمة. ربنا هو اللي نجح العمل، ربنا هو اللي عطى النعمة، ربنا هو اللي ستر، ربنا هو اللي بارك، ربنا هو الكل في الكل. فأول ما تيجي لنا فكرة بأن احنا أحسن شوية من غيرنا، دايما نقول يا رب أنت اللي عطينا كل حاجة، نشكرك ونمجد اسمك، أنت اللي ليك كل الفضل. طب جالنا مدح من الناس، على طول نرجع لربنا ونقول له يا رب أنت اللي عطيتنا كل حاجة، نشكرك. هو صاحب الفضل، هو اللي صاحب الفضل. هو ده فكر المتواضعين. أما المستكبرين فيتشتتوا. سنة 59 سيدنا البابا كرولوس بعد ما بقى بابا حط حجر الأساس بتاع دير مريمينا، وده كان حلم ليه من زمان يسكن في المنطقة دي ويتوحد فيها. وبعدين ربنا اختاره، رفع المتواضعين. هو كان شخص متضع للغاية للغاية، وكان شيء يقبل أبدا اللي يمدحه بص لقيه بكى ما قدرش يكمل. وكان شاعر بنفسه دايما. وبعدين بنى كم أوضة كده وعمل كنيسة صغيرة يعني، وكان يروح يقعد هناك فترة طويلة، وطبعا ليل ونهار يصلي التسبيحة وباكر والقداس والعشية. وبعدين وهما بيوضبوا كده في الدير بقى، وبدأوا عملوا سور، وأخدوا 15 فدان وعملوا حواليها سور، فقالوا نعمل يافطة كده بالرخام ونكتب عليها. فتلميذه راح له فبيقول له ايه؟ بيقول له نكتب دير البابا كيرلس. قالوا لا يا ابني، دير مريمينا يا ابني. قالوا طب ما هو ما كانش فيه دير، ده انت اللي بنيه وانت اللي عامله كله من اوله لاخره. طب نكتب دير مريمينا مشروع البابا كيرلس. قالوا لا يا ابني، دير مريمينا يا ابني ومشروع مريمينا، هو انا عملت حاجه؟ هو مريمينا اللي عمل كل حاجه. وصمم انه ما يحطش اسمه خالص. الحاجه الوحيده اللي اوصى بيها قبل نياحته ان هو يدفن هناك تحت الهيكل. وفعلا وشوفوا قد ايه ربنا اللي بيهرب من الكرامه ده، قد ايه ربنا اكرمه وعطاله اسم وعطاله مجد يعني لا يوصف، عشان هو كان انسان متضع جدا، مطلبش لنفسه حاجه ابدا، وحاسس ان هو ولا حاجه. لما الراجل بيقول له طب نكتبها دير مريمينا مشروع البابا كرولوس انشاه البابا، قالوا لا يا ابني، دير مريمينا ومشروع مريمينا، هو مريمينا اللي عمل كل حاجه وانا عملت حاجه. بيتكلم بصدق، مش بيقول كده يعني الناس عماله تمدح فيه وهو يعني بيقول ايوه طبعا، بس يعني برضو لازم نقول كلمتين كده نداري بيهم ونقول يعني لا لا ولا حاجه، ما عملتش حاجه ما عملتش حاجه، وهو شايف نفسه صاحب فضل. في ناس كده، لا، المتضع دايما ما يقبلش الفكرة بتاعت الكبرياء، ما يقبلش فكرة الافتخار والعظمة من جواه. المستكبر ده دايما مستكبر بفكر قلبه وحاطط نفسه فوق وأفكاره رفعته فوق. دول بقى إيه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. الناس اللي شايفة إنها تستحق وتزعل على فكرة، لو فلان ما سألش عني، ده أنا سألت عليه وكنت واقف وكنت واقفة جنبها، شوف هي ما جاتش سألت عليا وأنا محتاجاها، ده كبرياء. كل الحاجة الكبرياء أساس كل المشاكل اللي ممكن تحصل بين الناس وبعضها، وأساس الفقر الروحي. أساس الفقر الروحي هو الكبرياء، وأساس الغنى الروحي هو الاتضاع. احنا النهارده قدامنا نموذجين حلوين، نادر ان احنا نلاقي كده بهذا المستوى من الاتضاع، اللي ما بيفكرش في نفسه، اللي بيمجد ربنا وبيمجد غيره، اللي دايما شايف نفسه غير مستحق وان كل حاجه حلوه في حياته هي نعمه من الله. النوعيات اللي هي بتدور تخدم الاخرين، الست العذراء نسي نفسها ورايحه تخدم، وأليصابات نسي نفسها وعماله تمجد في الست العذراء، واستصغرت نفسها جدا قدام الست العذراء وتقول من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طوباك أنت اللي أمنت أن يتم ما قيل لك من قبل الرب. ده إيمان عظيم. يمكن يعني كان في خلفية تفكيرها جوزها، وهي لأن جوزها زكريا الكاهن، أهو كاهن أهو،
في رانك عالي كده كاهن، وكان عنده إيمان ضعيف، ها، مع أنه كان شخص بار، لكن وخد عقوبة على طول في ساعتها. لكن هي بقى أمنت الست العذراء، فقالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. عمالة تمجد فيها، وإحنا تمجدنا للقديسين ده ما هو اتضاع. ولما نلاقي واحد يقول لك وما لهم القديسين، ما احنا كلنا زي بعض واحنا لنا سكة مع ربنا على طول، يعني باينة خالص ان ده فكر كبرياء. مش ممكن الانسان المتضع يفكر بالطريقة دي. الانسان المتضع يخدم اخواته ويمجد اخواته. شوف الست العذراء رايحة تخدم، وأليصابات عمالة تمجد فيها وتطوبها وتمجدها. هو ده الاتضاع. هي دي الكنيسة الحلوة بتاعتنا اللي بتعلمنا نكرم القديسين ونطوبهم ونمجدهم ونعمل لهم تمجيد ونتعلم من الفضائل بتاعتهم. ربنا يدينا كده هذه الروح، ويدينا ان احنا دايما نكون منتبهين وحريصين ان ما يدخلناش فكر كبرياء. واول ما تجيلنا فكرة بان احنا ناس عظماء او عملنا او سوينا او ان احنا احسن من غيرنا، نقول لا، فين؟ هننسى خطايانا، هننسى ان احنا ولا حاجه، هننسى ان احنا ناس غلابه. ده ربنا اللي ساتر علينا، بس ده ربنا اللي ساتر علينا. فين تصرفات مش مظبوطه وضعفات وجهل وتهاون؟ فين؟ فين خطيتنا تبقى امامنا في كل حين؟ هو ده الفكر اللي احنا علشان نكون عايزين، عشان ربنا يمجدنا لازم نكون عايشين في الفكر ده على طول، لأن هو بينظر إلى المتواضعين. هو الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين. نظر إلى تواضع أمته، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. ربنا يدينا كده إن احنا نتحلى بهذه الروح. اتضاع ده نعمة إلهية، نطلب ليل ونهار إن احنا ناخدها، نطلب ليل ونهار. دي نعمة، دي نعمة عايزة إنسان كده يطلبها من ربنا ليل ونهار، ويتعلم من القديسين علشان يتملي من نعمة الله زيهم. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا رب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي جعلتنا مستحقين أن نقف أمامك، جعلتنا مستحقين أن ندخل بيتك ونسجد قدام هيكلك المقدس. نشكرك يا رب لأنك جعلتنا مستحقين لشركة أسرارك المقدسة، وجعلتنا مستحقين أن يكون لنا عضوية في جسدك مع القديسين والأبرار. نشكرك يا رب لأنك دعيتنا دعوة مقدسة لكي يكون لنا شركة مع الملائكة في التسبيح ومع القديسين في تمجيد اسمك. نشكرك يا رب لأنك ترفع البائس من المزبلة. نشكرك يا رب لأنك تقيم المسكين من التراب. نشكرك يا رب لأنك ترفع المتواضعين وتعطيهم نعمة. يا رب يسوع المسيح، وإحنا قدامنا نماذج عظيمة جدا من القديسين، وإحنا يا ربي ضعفاء وما وصلناش يا ربي لأي درجة، وساعات نفتكر نفسنا أحسن من غيرنا. انزع يا ربي من فكرنا كل فكر كبرياء، واسكب في قلبنا يا رب روح اتضاع حقيقي، نعمة منك يا رب، فنحس قد إيه يا رب إن إحنا أقوياء بيك، إن إحنا صفر لكن أنت كل حاجة في حياتنا يا رب. أنت تزيد في حياتنا يا رب ونحن ننقص كل يوم، وكلما تزيد كلما تظهر بمجدك ونورك في حياتنا أكتر، وتصير أشجارنا مثمرة يا رب أكتر. بارك يا رب شعبك وكنيستك في هذه الأيام، واعطينا دايما روح اتضاع مهما كنا بنصلي أو بنسهر أو بنصوم. احنا مش احسن من غيرنا يا رب، لكن احنا محتاجين لك جدا يا رب. دايما نقف قدامك بهذا الشعور، الشعور بالاحتياج ليك، والاحساس ان احنا غير مستحقين
لكن أنت يا ربي بتضع كنوزك في الأواني الخزفية وتختار الضعفاء والمصدرة وغير الموجود لكي تخزي الموجود كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامك. أشكرك على محبتك ونعمتك. أعطينا يا ربي دايما روح الاتضاع، وأعطينا دايما يا رب نفكر في بعضنا البعض ونقدم بعضنا بعض في الكرامة وبالمحبة نخدم بعضنا بعضا. بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا مريم ورؤوس، بركة القديسة أليصابات، بركة الصوم الذي للميلاد البتولي، اقبلنا أمامك واستجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.